إذن إخوان، سنما كم كما قلنا الجزء الثاني باش يكون هكا فيديو ما يكونش طويل بزاف. المدربين يعني في حال انه زيمباو رجعت للدقيقة 90 وقال للراجع الله يعاون وخلص الشرط الجزائي ديالو ومشى، كاين راموفيتش وريكاردو سابينتو، هاد السميات انا قلتهم لكم وانتم قلبوا عليهم، شوفوا الجنسيات ديالهم وشوفوا المعلومات اللي بغيتوا عليهم، حيت الا جيت ندوي عليهم بزاف راه غادي يجي عاوتاني هاد الفيديو طويل. اذا ها اسم اسماء عندكم، هاد جوج اسماء هما الاقرب في حال كان زيمباور غادي يمشي. احنا قلت لكم في فيديوهات قبل كاينين ثلاثه الاسماء، وكاين هاد جوج اسماء هما اللي مركز عليهم المكتب ديال الرجاء في حال رحيل زيمباور، واخا كاين تاكيد على ان زيمباور قبل بالعقد الجديد وبالامتيازات الجديده اللي في العقد، زائد انه الراتب الشهري غادي يرتفع بواحد الشكل كبير على الاول، ومده العقد غتكون على سنتين كما قلت لكم مع امتيازات جديده. كذلك الطاقم اللي معاه اللي اختار تما كيتسنى فيهم المكتب ان شاء الله باش يدخلوا ويمدوا معاهم العقود. بالنسبه اسماعيل المقدم كاين بزاف ديال الهضرات ديال في هذا الموضوع بين كيفاش خرجت ديك الورقه اولا، هذه حتى واحد ما تكلم عليها كيفاش خرجت ديك الورقه. كاينين بزاف اللي تكلموا على انه الناس من المكتب خرجوها، كاين اللي تيقول هو المقدم اللي خرجها، كاين حاليا حديث على انه وكيل الاعمال ديالو هو اللي خرجها اكسبري من اجل انه يكون عنده واحد كما تنقولوا كيفاش يلوي الدراع ديال الفريق، خصوصا انه انت كنتي في الرجاء وكان وكيل الاعمال ديالك كيتفاوض مع الجيش، عنده تقريبا واحد ثلاثه العروض في البطوله، عنده عرض خارجي كيقلب الوكيل ولا كان كيقلب على كيفاش انه اللاعب ديالو يفسخ ويمشي كلاعب حر ويبقى يتسنى الراجل فلوس. اللاعب خرج بواحد التصريح ونكر على انه بغى يدير الرجاء العصا في الرويضه، هو فقط كان بغى غير يدير تجديد الملف المطلبي ديالو باش ما يدوش في التقادم. كاين بعض الامور اخرى حاليا تخرج يمكن تكون مشكل كبير على مقدام، ما نزيدوش كبروا الموضوع كبر كما قلت لكم، حتى واحد مكبر من الرجاء ما نعطيوش شي واحد اكثر من الحجم ديالو. بغيتي تمشي اخويا كاين باب صغير ماشي الباب الكبير، غتخرج من باب صغير وما يقلك حتى شي واحد امتى هزيتي توني ديال الرجاء. نمشيو كذلك الثلاثه المليار و290 يعني اللي كيحاول بودريقه والمكتب اللي معاه باش يجمعوها في اقرب وقت، وكان طرح يعني بطائق الاشتراك والمكتب كيعول على واحد الرقم يمكن كبير في الاشتراك باش يكون واحد المدخول مالي كذلك كبير للفريق اللي غادي يخفف عليه هذه الازمه. وهذا المبلغ ديال 3 مليار و290 مليون سنتيم، نتمنى ان شاء الله النادي ينجح يا عن طريق بطائق الشراك يا عن طريق المستشهرين اللي غادي يجيو. كذلك كاين يوم الجمعه يعني الجمعه اللي فاتت النادي كان رسل اللاعبين واحد الجزء ديال الفلوس توصلوا به، وهنا النادي كيحاول انه في اقرب وقت يخلص اللاعبين في جميع المستحقات ديالهم. كاين كذلك حديث على المباريات الوديه بيتيز العين الترجي باغيين يديروا واحد، يمكن من الاحسن يقدروا يكونوا مقابله الودي هو امام الترجي اللي يبغوا يديروا احتفال ديال اللقب ديال البطوله
ويكون الجمهور حاضر ديال الترجي وديال الرجاء في واحد الاحتفاليه كبيره. حنا كنعرفوا النديه بين الترجي والرجاء والمقابلات ديالهم كيفاش كدوز. نتمنوا ان شاء الله هادشي تا هو تيكون عنده واحد المدخل مادي يستافد منه النادي، كما كيحاول المكتب هاد المقابلات الوديه يلقى واحد الاذاعه اللي تنقل ليه هاد المقابلات ويستافد من العائد الاشهاري. كذلك كاين دعوه من فريق نادي رايون سبورت الرواندي، عندنا معاه شراكه، عندهم كاين واحد الملعب جديد اي تفتتح، هما بغاو يلعبوا مع الرجاء في هذاك الملعب في الافتتاح ديالو يمكن نهار 3 غش، ولكن بحكم ان الرجاء عنده واحد البروغرام نقولوا حنا عامر وديجا داروه، يمكن الرجاء ترفض وتمشي الدعوه للفريق سان داونز. انتظروا ان شاء الله، مازال الهضر عن انتدابات الاخوان، مازال كاين انتدابات، مازال كاين لاعبين غادي يجيو مغاربه واجانب. كما قلت لكم بودريقه تيوجد العصبه، وهذا الشيء علاش كنشوفوا السميات بزاف، هذا الشيء علاش كتسمعوا بزاف ديال السميات. بالنسبه نسيت اللاعب فيليب كين زومبي، بزاف سولوني عليه، وكيل الاعمال ديالو تاكد ان اللاعب ديالو حر وانتهى العقد ديالو، وهو قريب يوقع بشكل رسمي في صفوف الرجاء. كذلك ملف ديال فيلي تراوري، الى حدود هذه الساعه الناس في المكتب تاكدوا ان كاينين بعض الصعوبات كما كان وقع لينا مع كين زومبي، الى عقلتوا فاش كنا بغينا نجيبوه كان مازال عنده العقد مع مازيمبي. يمكن تفشل الصفقه ديال كين عفوا ديال تراوري، ويتم التعويض ديالها بلاعب اخر اللي هو اجنبي كذلك تيتفاهموا معاه. كاينين جوج افارقه، يعني باش ما نبقاش نكثروا سميات، جوج لاعبين افارقه كيتفاهموا معاهم. نتمنوا ان شاء الله الخير، ونتمنوا التوفيق للمكتب في العمل الكبير اللي تيقوم به، والله يعاونكم الاخوان.